السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. وبعد، فلازلنا في قراءة هذا الكتاب، كتاب شرح غاية السول للإمام جمال الدين ابن عبد الهادي المعروف بابن المبرد رحمه الله تعالى. وبلغنا مباحث الترجيح، ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله: ويرجح بزيادة الثقة، في صفحة 447. لازال الكلام في الاعتبار الأول من الاعتبارات الأربعة التي ذكرها المصنف رحمه الله للترجيح، وهو اعتبار السند، أي النظر إلى السند في الترجيح. فقال: ويرجح بزيادة الثقة لعدم الكذب معها غالبا. يرجح بين الخبرين، أي الحديثين المتعارضين، بزيادة ثقة الراوي، راوي أحدهما على الآخر. فقوله هنا زيادة الثقة لا يقصد بها المصطلح المشهور الذي يذكر في باب الأخبار في كتاب السنة من أصول الفقه، وهو أيضا مصطلح حديثي مشهور، وهو أن يزيد الثقة في الحديث وينفرد بهذه الزيادة فلا يذكرها غيره من الثقات. ليس هذا المراد هنا، وإنما المراد كون راوي أحد الخبرين المتعارضين أوثق من الآخر، أوثق من راوي الحديث الآخر الذي عرضه. ولو أن المصنف رحمه الله عبر بقوله ويرجح بزيادة الأوثقية، أو بقوله ويرجح بكون راوي أحدهما أوثق من الآخر، لكان أحسن في العبارة. فإذا المراد بزيادة الثقة أي أن الراوي أزيد ثقة من الآخر، هذا المقصود هنا. وشرط المسألة هو تساوي المخبرين أو المخبرين، تساوي عدد المخبرين في الحديثين المتعارضين، كأن يكون واحدا يعارض راويا آخر واحدا، وأحدهما أوثق من الآخر، أو اثنان يرويان حديثا ويعارض حديث اثنين أيضا. فالشرط في هذا المرجح تساوي عدد المخبرين في الحديثين المتعارضين، لأنه لو روى الثقة مخالف الرواية الثقات لم يكن مرادا بهذه المسألة، فيسمى حديث الثقة الذي خالف رواية الثقات يسمى شاذا أو منكرا، يسمى الحديث الشاذ، وهو نوع من أنواع الأحاديث الضعيفة. وقد قلنا لكم في الدرس السابق إن ركن التعارض والترجيح هو تساوي الخبرين
في الصحة يكون كل منهما مقبولا، وإن كان بعض الأصوليين بل وبعض المحدثين أجرى بعض المرجحات فيما ليس على هذا الشرط، كما قلنا في تعارض الحديث السالم من الاضطراب مع الحديث المضطرب، فإن المضطرب نوع من الضعيف. مثال هذه المسألة وهي الترجيح بالأوثقية بكون راوي أحد الخبرين أوثق من الآخر ما رواه عبيد الله ابن عمر رحمه الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم للفارس 3 أسهم، يعني عند توزيع الغنيمة بين المجاهدين يعطي الفارس أي المجاهد المسلم الذي له فرس يقاتل عليه 3 أسهم. ويعارض ما رواه عبيد الله بن عمر يعارضه ما رواه أخوه عبد الله بن عمر رحمه الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للفارس سهمان وللراجل سهم، فتعارض الخبران، الأول يقول 3 أسهم للفارس والثاني يقول سهمان للفارس، لكن حديث عبيد الله ابن عمر مقدم على حديث أخيه عبد الله بن عمر رحمهما الله تعالى، لأن عبيد الله أوثق، عبيد الله ابن عمر أوثق من عبد الله بن عمر رحمهما الله تعالى، ويزول الإشكال عند بعضكم إذا عرفتم نسب هذين الراويين، فهما أعني عبيد الله وعبد الله هما ابن عمر، عبيد الله وعبد الله أخوان، هما ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فعمر الفاروق رضي الله عنه هو جدهما الثاني، والد جدهما، جدهما الثاني، وهما من أتباع التابعين، عبيد الله وعبد الله من أتباع التابعين، فيقدم إذن حديث عبيد الله لأنه أوثق من أخيه الأصغر عبد الله. قال لعدم الكذب معها غالبا، اللام لام التعليل، وهذا شروع في الاستدلال لهذا المرجح. فيقول إنما رجحنا رواية الأوثق على الثقة لعدم الكذب معها غالبا، معها يرجع إلى الزيادة، زيادة الأوثقية، لعدم الكذب معها غالبا، وأراد بالكذب هنا الخطأ، أقول لعله أراد الخطأ، لأن عدم الكذب الراوي هو شرط في الراوي أن لا يكون كذابا، شرط في قبول رواية الراوي أن لا يكون كذابا، أن لا يكذب. فهذه الصفة وهي عدم الكذب تشترط في الثقة وفي الأوثق، وحينئذ فهذا التعليل غير وجيه، والله أعلم. ولو علل بقوله لأن الظن الحاصل منه أقوى لكان أحسن، والله أعلم. أو لو قال
إن الخطأ من الأوثق أبعد منه من الثقة لكان أحسن. لكن إذا حملنا قوله الكذب هنا على الخطأ وهو الظاهر فلا بأس بهذا التعليل. قال: والفطنة، يعني ويرجح بالفطنة، وليس المراد ويرجح بزيادة الفطنة، هذا هو الظاهر من عبارة المؤلف رحمه الله لما سوف يأتي في آخر كلامه بعد عدة أسطر، ويكون المعنى حينئذ ويرجح بالفطنة وليس المعنى ويرجح بزيادة الفطنة، والله أعلم. والمراد بالفطنة هو الحذق وسرعة الفهم والذكاء، أي كون الراوي فطنا أي ذكيا سريع الفهم حذقا، والآخر الراوي الحديث الذي عرضه ليس كذلك أي ليس فطنا. قال: لعدم النسيان معها غالبا. اللام لام التعليل، وهذا شروع في الاستدلال لهذا المرجح، يعني يرجح رواية الراوي الفطن على رواية غير الفطن، لأن النسيان معها أي مع هذه الصفة، لأن يعني لعدم النسيان مع هذه الصفة غالبا، فإن الحذق سريع الفهم سريع الحفظ الذكي في الغالب أن نسيانه للحديث أو غلطه في الحديث أبعد منه في غير الفطن. قال: والورع، أي كون أحد الراوي راوي أحد الحديثين المتعارضين كونه ورعا والآخر ليس ورعا. والورع هي البعد عن الآثام والمباعدة عن الشبهات، قال: للتثبت. اللام لام التعليل، وهذا استدلال على هذا المرجح وهو ترجيح رواية الورع على غير الورع، وهو أن من كان ورعا فإنه يكون أكثر تثبتا للحديث واحتياطا فيه، فيرويه على نحو ما سمعه من غير تغيير. قال: والعلم، العلم مرجح من المرجحات كما ذكر المصنف رحمه الله تبعا لغيره. والمقصود بالعلم هنا أي كون الراوي راوي أحد الحديثين المتعارضين كونه عالما بالحديث الذي رواه، عارفا بمعانيه ومقاصده وأحكامه، وأما راوي الحديث الآخر فعامي أو لأو أنه لا يعرف معنى ذلك الحديث ولا يفقه ما فيه من أحكام. قال: لفهمه ما روى. لام لام التعليل، أي الدليل على أن حديث الراوي العالم مقدم على حديث الجاهل هو أن العالم بالحديث يكون قد فهم ما رواه، فيرويه مع ضبط وتحر وعناية،
فلا يخطئ في لفظة ولا حرف ولا إعراب، لأنه يعرف كل ما فيه، فيحرص على أن ينقله كما هو. قال: لأن من لا يفهم ربما حصل له التغيير. هنا مكتوب عندي وعندكم التغير، ويبدو والله أعلم أن صوابها التغيير. قال: لأن من لا يفهم، أي من لا يدرك معنى الحديث الذي رواه وجاهل بمعناه وفقهه، ربما يحصل له تغيير فيه لا يتفطن له حتى ولو في الإعراب، ويكون مؤثرا في الحكم بخلاف العالم، فإنه يتحرز ويتفطن لكل حرف فيه، فإنه قد فهم الحديث على التمام فيعرف كل لفظة وحرف وحركة فيه. قال: والضبط، يعني كون راوي أحد الحديثين المتعارضين ضابطا والآخر ليس كذلك. قال: لأنه المقصود، هذا تعليل لهذا المرجح، يعني إنما قدمنا رواية الضابط على رواية غير الضابط لأنه المقصود، أي لأن المطلوب من الراوي ضبط الحديث ونقله كما هو، هذا هو مقصودنا من رواية الرواة. وعلى كل، فقد قال بعض العلماء إنه لا معنى للترجيح بكون الراوي ورعا أو ضابطا أو فطنا، لا معنى له، لأن شرط التعارض هو تساوي الدليلين في الثبوت، وها هنا فيما نحن فيه رواية غير الورع وغير الضابط أي المغفل الذي لا يضبط ما يرويه، هذه من قبيل الأحاديث الضعيفة، وقد قلنا من قبل إن الحديث الضعيف وجوده كعدمه، فيبقى الحديث الصحيح بلا معارض على الحقيقة. وبعض هذه المرجحات يذكرها قلة من الأصوليين، ولا يذكرها من المحدثين إلا النزر القليل منهم، مثل ملا علي القاري في شرحه على شرح نخبة الفكر، يعني على نزهة النظر، لأنه ذكر بعض هذه المرجحات، وما أظنه إلا قد تبع بعض الكتب الأصولية في هذه المرجحات. قال: والنحو، هذا مرجح جديد، يعني أنه إذا كان راوي أحد الخبرين نحويا يعرف أحكام النحو، والآخر جاهل بأحكام النحو، تقدم رواية النحوي. قال: لأنه أحسن سياقا، لأنه أحسن سياقا للحديث، وسوف يأتي بعد قليل إن شاء الله أن حسن السياق مرجح من المرجحات بين الأخبار المتعارضة. قال: ولأن اللحن ربما أخل بالمعنى، يعني أنه يخشى من الراوي الجاهل بالنحو أنه يخل بالإعراب ويقع في اللحن،
وبعض اللحن يؤثر في المعنى، بعض اللحن يؤثر في معنى الحديث. رفع المنصوب أو نصب المجرور أو جر المرفوع هذا أحيانا يؤثر في المعنى، مثل حديث ذكاة الجنين ذكاة أمه بالضم، بضم الذكاء الثانية أيضا، ذكاة الجنين ذكاة أمه، أي يكفي في تذكية الجنين، جنين الناقة أو الشاة أو البقرة، يكفي ذكاة أمه، فلو خرج ميتا يؤكل. لكن بعضهم يقرأه ذكاة الجنين ذكاة أمه، أي يذكى كما تذكى أمه، فيختل المعنى، يختلف المعنى. قال: ويرجح بأنه أشهر بأحد هذه الأمور المتقدمة. ويرجح الخبر المعارض لخبر آخر بأنه أي الراوي أشهر بأحد هذه الأمور المتقدمة، ويقصد بالأمور المتقدمة الفطنة والورع والعلم والضبط والنحو. وهذه العبارة تفسر لنا والله أعلم أنه ما أراد زيادة تلك الأوصاف، وإنما أراد عين تلك الأوصاف، يعني لم يرد ترجيح رواية الأورع والأعلم والأضبط والأنحى، لم يرد هذا والله أعلم، لقوله هنا ويرجح بأن الراوي أشهر بأحد هذه الأمور، يعني أقوى أكثر شهرة من الآخر، بمعنى أن الآخر مشهور أيضا بهذه الصفات، إلا أن هذا الراوي أشهر، هذا معنى أفعل التفضيل كونه أشهر. فكلا الراويين عالم، لكن أحدهما أشهر بالعلم أقوى منه، وكذا يقال في بقية الصفات، ترجيح رواية الأفطن ورواية الأعلم وترجيح رواية الأنحى، أي الأعلم بالنحو من الآخر. وكثير من هذه المرجحات التي ذكرها المؤلف وغيره إنما هي في ظني استحسانات أصولية، ليس لها في الواقع مثال، والله أعلم. وبعضها يمكن، قليل منها يمكن أن يكون له مثال صحيح. مثال ذلك ما رواه أبو معاوية عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع في اللحد. هكذا رواه أبو معاوية عن سهيل. ويعارض ما رواه أبو معاوية، يعارضه ما رواه سفيان الثوري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع على الأرض. اختلف الحديثان، هناك يقول حتى توضع في اللحد حتى يدفن، وهنا حتى توضع على الأرض، توضع من فوق أعناق الحاملين لها على الأرض، فتعارض الحديثان. لكن سفيان
سفيان الثوري رحمه الله أضبط من أبي معاوية رحمه الله، أكثر ضبطا، فيقدم حديثه عليه. وأما بقية ما ذكره المؤلف رحمه الله من المرجحات السابقة فليس لها مثال والله أعلم، لم يذكر لها مثالا. قال: وبكونه أحسن سياقا، وبكونه أي الراوي أحسن سياقا للحديث من الراوي الآخر، لأن حسن سياق الحديث يدل على تمام الضبط له، ويدل على عناية الراوي بألفاظه واهتمامه بحديثه، فيرويه تاما لا نقص فيه، وغيره لا يزيد عليه، فهذا معنى حسن السياق. مثاله مثال الترجيح بحسن السياق حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد، أو كما ورد. إذن هنا جابر رحمه الله رضي الله عنه ورحمه الله يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا، ويعارضه حديث أنس، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا، يعني أنه قرن بين الحج والعمرة. لكن الحديث الأول حديث جابر يرجح على حديث أنس رضي الله عنهم أجمعين، لأن جابرا رضي الله عنه تقصى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في المناسك، أتى بجميع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، وذكر كلها، ذكر أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كلها من أولها إلى آخرها، ولهذا طال حديثه الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله، ورجحوا حديث جابر على حديث أنس لحسن سياقه. قال: وباعتماده على حفظه لا اعتماده على نسخة سمع منها، هذا مرجح جديد، يرجح باعتماد الراوي على حفظه، يحمل حديثه في صدره وليس مكتوبا في سطره يرجع إليه، إنما يروي من حفظه دائما، فيعتمد أن يرجع في روايته للحديث لكل طالب من طلابه يسمع منه، يرجع إلى حفظه، دائما يروي من حفظه. وأما الآخر فيروي من كتاب، يروي من نسخة مكتوبة. فيقدم حديث الحافظ على حديث من يرجع إلى النسخة، على من يروي من كتاب. وقد يمثل لذلك بحديث عبد الله بن عكيم الجهني رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة قبل موته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، فيدل الحديث على حرمة الانتفاع بجلد الميتة مدبوغا كان أو غير مدبوغ. لكن هذا الحديث يعارضه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه
ماتت شاة لميمونة رضي الله عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فحديث ابن عباس الحديث الثاني يرجح على حديث عبد الله بن عكيم، لأن ابن عباس يرويه من حفظه، وعبد الله بن عكيم يروي من كتاب، فيرجح حديث ابن عباس بهذا الاعتبار الذي ذكرناه. وعبد الله بن عكيم رحمه الله مختلف في صحبته. قال: وباعتماده على ذكر لا خط، هذا مرجح جديد، يرجح باعتماد الراوي على ذكر، بمعنى أن هذا الراوي دائم التذكر للحديث، كلما سأله عنه أحد حتى لو سمعوه من قبل يجدونه ما يغير فيه شيئا، حافظ له على التمام والكمال، متذكر له ما أخطأ في حرف منه. يقدم على رواية الراوي الذي يروي من خط، أي من مكتوب، بمعنى أن الراوي الآخر يروي من حفظه أحياناً الحديث، لكنه أحياناً إذا راجعوه يحتاج أن يراجع كتابه الذي دون فيه الحديث. فيفهم من هذا أن الأول قد ضبط الحديث ضبطاً تاماً، وأما الثاني فهو محتاج للمراجعة دائماً. وحاجة المراجع إلى المراجعة يدل على أنه حين رواه من حفظه لم يكن ضابطا له، يخشى أنه ما ضبطه على التمام، وإلا فما الحاجة أن يراجع المكتوب في بعض المرات حين يسألونه؟ مراجعته تدل على أنه حين روى من حفظه لم يكن متأكدا على التمام من الحديث الذي رواه، بخلاف الأول. وظني أن هذا المرجح الأخير، ظني والله أعلم، أنه من استحسانات الأصولي، وأن ليس له مثال في الواقع، والله أعلم. قال: ويرجح بعمله بروايته، هذا مرجح جديد، أي يرجح حديث الراوي الذي عمل بمرويه على الحديث الآخر الذي عارضه، لأن راويه لم يعمل بمرويه بل خالفه. فإن مخالفة الراوي لحديثه تورث ريبة في صدور من سمع الحديث منه، بأن يكون الحديث متروك العمل، أو يكون منسوخا، أو غير ذلك مما يترك به العمل بالحديث، بخلاف الأول، فإنه حين روى وثقنا به، فلما رأيناه يعمل ويشاهده الناس يعمل بما يرويه يزيدهم ثقة واطمئنانا وسكونا للنفس بصحة ما روى، وأنه لا يعارضه حديث آخر يبطل العمل به. هذا معنى هذا المرجح. فإذن عمل الراوي بحديثه يكون الراوي معه أبعد عن الخطأ أو المعارض ممن خالف روايته. مثال ذلك
حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يركع ويفعل ذلك حين يقول سمع الله لمن حمده، أو كما ورد. فحديث ابن عمر رضي الله عنهما يعارضه حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لأصحابه: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقام فصلى، يعني قالوا بلى له، فقام فصلى بهم فلم يرفع يديه إلا في أول مرة، يعني عند تكبيرة الإحرام. فقال بعض الفقهاء: حديث ابن مسعود يرجح على حديث ابن عمر رضي الله عنهم جميعا، لأن ابن مسعود كما رأيتم الآن في سياق الرواية أنه عمل بمرويه، يقول هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هو يصلي بأصحابه ويدعوهم أن يقتدوا به، فقد عمل بروايته. وأما حديث ابن عمر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، فقد روي فقد روي أن ابن عمر رضي الله عنهما خالف مرويه. فقد روي عن مجاهد رحمه الله من أئمة التابعين، روي عنه رحمه الله أنه قال: صليت خلف ابن عمر فلم يكن يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى. فعلى هذا يكون خالف مرويه فيقدم حديث ابن مسعود. وهذا الحديث سبق أن ذكرناه في الدرس السابق، ورجحنا فيه رواية ابن عمر على رواية ابن مسعود من جهة أخرى في درس سابق، ولا يضر ذلك لأن الغرض هو المثال. ولهذا قال الناظم: والشأن لا يعترض المثال. ولأن أسباب الترجيح متعددة، فالمرجح الواحد لا يكفي أحيانا في ترجيح حديث على حديث، يعني وجود مرجح واحد لحديث على حديث لا يعني رجحانه. لما؟ لأن الحديث الآخر الذي تراه مرجوحا بهذا المرجح قد يكون راجحا بمرجحات أخرى، فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم. قال: ويرجح بأنه عرف أنه لا يرسل إلا عن عدل. هذا مرجح جديد، يرجح بأنه أي الراوي قد عرف عنه بالاستقراء، استقراء أئمة النقد حفاظ الأحاديث، عرف أن هذا الراوي لا يرسل إلا عن ثقة، بخلاف الراوي الآخر، بخلاف راوي الحديث الآخر، فإنه يرسل عن الثقات ويرسل عن الضعفاء. وهذا المرجح مختص بتعارض الحديثين المرسلين، تعارض الحديثين المرسلين، وهو بناء على أن المرسل مقبول، يعني صحة هذا الترجيح ينبني على القول بأن الحديث المرسل هو من الأحاديث المقبولة الصحيحة، وهو مذهب كثير بل أكثر العلماء أن الحديث المرسل من الأحاديث المقبولة. على تفصيل طويل سبق بعضه في موضعه من كتاب أو من مباحث السنة. إذن إذا تعارض حديثان مرسلان
فننظر إذا كان الراوي المرسل لأحدهما يروي لا يروي إلا عن الثقات، يقدم خبره على الخبر الآخر الذي راويه يرسل عن الثقات أحيانا وعن الضعفاء أحيانا. مثال ذلك ما إذا تعارض مرسل سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى ومرسل الحسن البصري رحمه الله تعالى، فإنه يقدم مرسل سعيد رحمه الله. ولهذا قال يحيى بن معين الإمام المشهور قال: مرسلات سعيد بن المسيب أحسن من مرسلات الحسن، أو كما قال رحمه الله، وإنما كانت أحسن لهذا الاعتبار الذي ذكره المصنف هنا، أعني أن سعيدا رحمه الله تتبعوا مراسيله فوجدوه أنه لا يرسل إلا عن ثقة، وهو غالبا أو دائما صهره أبو هريرة رضي الله عنه. وأما الحسن البصري فهو يرسل عن الثقات وعن غير الثقات، والله أعلم. وفي هذا أيضا يقول علي بن المديني رحمه الله الإمام المشهور يقول: مرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلات عطاء، فإن عطاء يأخذ عن كل ضرب، يعني يأخذ عن كل صنف من صنوف الرواة سواء كانوا ثقات أو غير ثقات. قال: ويرجح، لم يستدل المصنف رحمه الله على هذا المرجح أو لم نذكر دليله. الدليل على ترجيح خبر الخبر المرسل الذي راويه لا يرسل إلا عن العدول على الخبر الآخر الذي راويه يرسل عن العدول وغير العدول، السبب في تقديم الأول هو احتمال أن الآخر في هذا الحديث المعارض احتمال أنه رواه عن غير ثقة، ما دام أنه يروي عن الثقات وغير الثقات فاحتمال أن هذا الحديث المعارض أنه رواه عن غير عدل بخلاف الآخر، فإن هذا الاحتمال منفي بسبب الاستقراء حيث وجدناه لا يرسل إلا عن العدول. قال: ويرجح بكونه صاحب القصة، بكون مكتوبة عندنا هنا بدون هاء، ويبدو والله أعلم أن صوابها بالهاء كما هي في أصول هذا الكتاب وغيرها، وحتى تستقيم العبارة ويرجح بكونه صاحب القصة، وهكذا يستقيم الكلام ويتم، إذ لو حذفت الهاء لانتظر السابع تتمة للكلام. ويرجح بكون صاحب القصة، فيقال ما به، بكونه ماذا يفعل، بخلاف ما لو وجدت الهاء. ويرجح بكونه صاحب القصة، إذا تعارض حديثان وراوي أحدهما هو صاحب القصة والآخر ليس صاحبها فإنه يرجح حديث صاحب القصة. لما؟ فنقول: لأنه أعرف بحاله، الإنسان أعرف بحاله من غيره، فإذا روى حديثا هو صاحب القصة التي لأجلها جاء الحديث
فإنه يكون أعرف بهذا الحديث من غيره. ومثال هذا المرجح حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهما حلالان، أي من الإحرام. ويعارضه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، أو كما ورد. فيرجح حديث ميمونة رضي الله عنها على حديث ابن عباس رضي الله عنهما، لأن ميمونة رضي الله عنها هي صاحبة القصة كما هو واضح، فهي أعرف بحالها من ابن عباس وإن كان حبر الأمة رضي الله عنهما، وحينئذ يحمل خبره على الخطأ، والخطأ وارد على الثقة. قال: أو مباشرها، هذا مرجح جديد، يعني ويرجح بكونه مباشرها، أي ويرجح بكون الراوي مباشرا للقصة والراوي الآخر ليس مباشرا لها. مباشرا للقصة يعني أن هذا الراوي هو أحد رجالها، أحد من شهد أحداثها، مشارك في أحداثها، هذا معنى مباشر، أنه أحد رجال القصة، أحد من تعلق بعض القصة به، القصة تعلقت به، شارك فيها، بخلاف الآخر فإنه أجنبي عنها، عن القصة. مثال ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي سبق آنفا، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، يعارضه حديث أبي رافع رضي الله عنه أنه قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة حلالا وبنى بها حلالا، أي محلا من الإحرام. قال: وكنت أنا الرسول بينهما، أو كما قال رضي الله عنه. فيرجح حديث أبي رافع إذن على حديث ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، لأن أبا رافع مباشر للقصة، فإنه يقول: وكنت أنا الرسول بينهما، هو السفير بينهما حتى تم النكاح. قال: أو مشافها، في هامش عشرة مكتوب في نسخة ميم واو، في نسخة ميم وواو مشافها، ويبدو والله أعلم أنها هي الصواب، يعني احذفوا إحدى الهائين، أو مشافها وليس أو مشافهها، أو مشافهها يرجع إلى القصة، وحينئذ يكون التركيب ركيكا ليس صوابا في العربية. كيف يشافه القصة؟ الإنسان يشافه الإنسان وليس يشافه القصة، يعني ما يستقيم الكلام هكذا. وحينئذ يكون معنى العبارة: ويرجح بكونه مشافها، معناه هذا المرجح ويرجح بكون الراوي مشافها لمن روى عنه، أي سمع الخبر من شفتيه يراه ويبصره، وأما الآخر فليس مشافها، لم يشافهه بهذا، رواه من وراء حجاب، أو رواه بواسطة صحابي آخر ثم حذفه والصحابة كلهم عدول، أو غير ذلك مما يقتضي عدم المشافهة.
أي عدم الاتصال المباشر بين الراوي والمروي عنه، هذا معنى هذا المرجح. مثال هذا المرجح ما رواه القاسم بن محمد بن أبي بكر رحمه الله ورضي عن آبائه، ما رواه القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة عتقت على زوجها وكان زوجها عبدا. ويعارض هذه الرواية رواية الأسود ابن يزيد، الأسود ابن يزيد النخعي عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة رضي الله عنها عتقت على زوجها وكان زوجها حرا. إذن خبران متعارضان، حديث القاسم أن زوج بريرة كان عبدا، وحديث الأسود يدل على أن زوج بريرة كان حرا، تعارض الخبران. فيرجح حديث القاسم بن محمد لأنه سمع من عائشة رضي الله عنها بلا حجاب، فإن القاسم هذا هو ابن أخيها محمد ابن أبي بكر رضي الله عنهما، فهي عمته، عائشة عمته. أما الأسود بن يزيد فهو أجنبي عنها، فهو حين يروي عنها يروي من وراء حجاب. قال لأنه، هذا شروع في الاستدلال على المرجح الأخير، ترجيح رواية المشافه على رواية غير المشافه. قال لأنه أصح وأقوى تحريا من غيره، مكتوب عندي وعندكم تحريرا، وظني غالب ظني أن صوابها تحريا، لا نجزم لأن المخطوطات مخطوطات الكتاب ليست بأيدينا، لكن يبدو والله أعلم أن صوابها تحريا، لأنه أصح وأقوى تحريا من غيره. لأنه أصح، الراوي المشافه روايته أصح وخبره أقوى، لأنه أشد تحريا من غيره لاجتماع حاستي السمع والبصر عند رواية الحديث، والراوي الآخر يروي بواسطة حاسة السمع فقط، فإذا اجتمعت حاستان السمع والبصر اجتماع حاستين أقوى في ضبط الخبر ممن يروي معتمدا على حاسة السمع فقط، والله أعلم. قال أو بكونه أقرب عند سماعه، هذا مرجح جديد، يرجح بكون الراوي أقرب من الذي روى عنه عند سماعه الخبر منه، عند سماع حديثه، يعني أحدهما من حيث المكان قريب من المروي عنه والآخر بعيد عنه. قال لأن البعيد، قال لأن البعيد ربما لم يسمع أو خفي عليه بعض الكلام، الراوي البعيد عن شيخه المروي عنه أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث المكان ربما لم يسمع الحديث بتمامه، وإنما سمع بعض الكلام، أو ربما لم يسمعه جيدا ثم سأل الذي سمع ممن حضر المجلس فروى عنه، أو ربما خفي عليه بعض الكلام،
ولعل هذا من أسباب وجود بعض الأحاديث أتم من أحاديث أخرى، يعني من رواية أخرى لنفس الحديث، لعل من أسبابها هذا، أقول لعله والله أعلم. فالقريب ليس كالبعيد من حيث السماع، فيكون أكثر تحريا وضبطا لما سمعه. مثال ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى بالحج وحده، يعني أنه أفرد الحج، كان مفردا. ويعارضه حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى بالحج والعمرة، أي قرن بينهما. لكن يرجح حديث ابن عمر على حديث أنس رضي الله عنهم أجمعين، لأن ابن عمر حين روى هذا الحديث قال: وكنت تحت جيران بكسر الجيم، وكنت تحت جيران ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ولعابها يسيل على كتفي، أو كما قال رضي الله عنه. الجيران هو بطن العنق من الإبل وغيرها، فهو كان تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم حين سمعه يلبي، حين سمعه يهل بالحج. وأما أنس فلم يكن كذلك، فتكون النفس لقبول حديث ابن عمر أقرب منها لقبول حديث أنس رضي الله عنهم أجمعين. والمرجحات هذه والتي ستأتي ترون أن بعضها أقوى من بعض، لأن المرجحات كسائر قواعد أصول الفقه، فإن قواعد الأصول منها ما هو قطعي أو قوي الدلالة، ومنها ما هو ضعيف، يعني أقل قوة، منها ما هو قوي ومنها ما هو أدنى في القوة، منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني، ثم ما هو ظني منه ما هو ظني غالب، ومنه ما هو دون ذلك. وقواعد الأصول في هذا هي كسائر الأحكام الشرعية، فإن بعض أحكام الشريعة عند المجتهدين قطعية كالمتفق عليه مثلا، وبعضها يثبت عند المجتهد بظن غالب، وبعضها بظن دونه، فكذلك ما نحن فيه. قال: ويرجح المتواتر على الآحاد، هذا شروع في مرجح جديد. يرجح المتواتر على الآحاد، الحديث المتواتر هو الحديث الذي رواه عدد يستحيل في العادة أن يتفقوا على الكذب عن مثلهم من أول السند إلى آخره، هذا المتواتر. وأما الآحاد فما ليس كذلك، وهو أن يرويه الواحد أو الاثنان ولم يبلغ حد التواتر، إما في كل طبقات السند أو في بعض طبقات السند. فيرجح الحديث المتواتر على الحديث الآحادي، قال المصنف رحمه الله: لإفادته القطع، أي لأن الحديث المتواتر يفيد القطع، قطعي الثبوت، وأما الحديث الآحادي فهو ظني الثبوت، فاحتمال الخطأ قائم، احتمال الخطأ قائم، لكنه احتمال مرجوح لكون الراوي ثقة، إلا أنه احتمال قائم. فمن هنا صار ثبوت الحديث الآحادي ظنيا، أي ثابت على الرجحان، على الطريق الراجح.
مثال ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وحين يكبر، وحين يقول سمع الله لمن حمده، أو كما ورد. ويعارضه حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قام فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة، يعني عند تكبيرة الإحرام. فهما حديثان متعارضان. فقال بعض الفقهاء: يرجح حديث ابن عمر رضي الله عنهما على حديث ابن مسعود رضي الله عنه، لأن حديث ابن مسعود وإن صح إلا أنه حديث أحادي، وأما حديث ابن عمر فحديث متواتر أوصله بعض الحفاظ، يعني قال بعض الحفاظ إنه رواه من الصحابة 50 صحابيا، أو كما ورد. وقد قلنا من قبل إن هذا الغرض من هذا هو ضرب المثال، وإن الحديث الواحد إذا عرضه حديث آخر فليس المرجح عند الفقهاء شيئا واحدا، بل عنده مرجحات عدة، وبعضهم يرجح من وجه وبعضهم يرجح من وجه آخر كما قلناه في أول اللقاء، وحينئذ فالشأن لا يعترض المثال، الغرض التمثيل لتصور القاعدة. قال: والمسند على المرسل. يرجح الحديث المسند أي المتصل سنده على الحديث المرسل، هو الذي انقطع سنده من جهة من بعد التابعي، بأن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، على خلاف كبير أيضا في تعريف الحديث المرسل. قال: لبيان رجال المسند. في هامش 2 مكتوب في نسخة واو المسند، وكلا اللفظين محتمل، السند يصح معه الكلام والمسند يصح معه الكلام. فقوله لبيان أي لظهور رجال المسند، أي أن رجال الحديث المسند قد بانوا وظهروا لنا وعرفناهم، فما خفي منهم أحد، كلهم ثقات، ما خفي علينا أي راو في أي طبقة من طبقات السند، بخلاف الحديث المرسل فإنه قد خفي رجل أو أكثر من رجال إسناده، فإن التابعي إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الاحتمال قائم بأنه رواه عن صحابي، واحتمال آخر أنه رواه عن تابعي عن صحابي، أو عن أكثر من تابعي عن صحابي، كل هذه احتمالات قائمة. فقد خفي علينا بعض رجال السند، وهؤلاء الذين خفى أمرهم علينا قد يكون ثقات وقد لا يكون، قد يكون من الثقات وقد لا يكون، إذ يمكن أن التابعي قد رواه عن تابعي آخر، وليس كل التابعين من الثقات. فلأجل هذا الحديث المسند لا شك أنه يقدم عليه، وهذا المرجح هو مبني على كون الحديث المرسل من جملة الأحاديث الصحيحة المقبولة، فلهذا يجري عليه المصنف وغيره من الأصوليين بناء على المذهب المرجح عند أكثرهم، وهو قبول الحديث المرسل.
مثال ذلك، مثال هذا المرجح الأخير، حديث مكحول رضي الله رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مكة كلها حرام، مكة كلها حرام، وحرام بيع رباعها، وحرام أجرته. أجرة الدار والرباع هي الدور، أو هي منازل تشتمل على الدور، على خلاف بين العلماء في تفسيرها. إذن هذا الحديث الذي يرويه مكحول رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مكة كلها حرام، وحرام بيع رباعها أي دورها، وحرام أجرته، لا تباع ولا تؤجر. وهذا الحديث يعارضه حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما في الصحيحين، أنه أي أسامة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أين تنزل غدا إن شاء الله تعالى؟ وكان هذا عام الفتح، فتح مكة. أين تنزل غدا؟ إذا فتحت مكة أين تنزل؟ في أي دار؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ عقيل بن أبي طالب ورث أباه أبا طالب لأنه كان مشركا، ولم يرث جعفر وعلي لأنهما كانا مسلمين. فعقيل باع الدور ولم يبق شيء ينزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والشاهد منه أنه يقول أنها بيعت، فلو كان ما يصح البيع ما صح لأصحابها أن يمتلكوها ببيع لا يجوز، فدل على جواز بيع رباع مكة ودورها. فتعارض الحديثان، الأول يؤخذ منه جواز بيع رباع مكة ودورها، والأول يمنع بيع رباعها ودورها، فيرجح حديث أسامة رضي الله عنه لأنه جاء مسندا متصلا، بخلاف الأول فإنه مرسل، أرسله مكحول وهو تابعي، فيقدم المسند على المرسل. هذا والله أعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.